نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ولدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قاطرت على المساجد وحدانا وزرافات ترجو رحمة الله عز وجل، شبابا وشيبا وكهولا وشيوخا انطلقوا بإذن الله إلى المساجد بعد أن فك الله قيودهم من قبضة شياطين الإنس والجن، طامعين في عفو الله ومغفرته في هذا الشهر الفضيل المبارك. اغتسلوا وتابوا وتوضؤوا وتوجهوا إلى بيوت الله العامرة وأقاموا الصلاة ونفضوا غبار الغشم والغباوة، أن الإنسان بدون توبة غشيم وبدون توبة غبي، إن الغباوة أصعب شيء، البلادة. يرى آيات الله عز وجل كلها آيات الله سبحانه عز وجل مبثوثة منشورة في كل مكان، وهو غافل عن وعد الله. ولذلك إذا وفق توفيق الله عز وجل نفض غبار الغشم والغباوة وشدوا بقوة على كلام ربنا الرحيم الغفور. اسمع للباري سبحانه وتعالى، استقبل هؤلاء الذين تاهوا وشذوا، ذا المعجمة، شذوا أي خرجوا عن الطريقة، الآن عادوا والحمد لله رب العالمين. اسمع للباري سبحانه وتعالى يدعوهم ألا يشعروا بحرج إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إخواننا أخواتنا فلذات أكبادنا التي تمشي على الأرض، كاد اليأس والإحباط يهلكهم. أنا ارتكبت معاصي كثيرة وزلقت وزللت بجميع الزلات وجميع الزلقات، يأتيه الشيطان ويأتي وهل يغفر الله ذنبك؟ غير استمر، ما دير شيء استمر. إذن الشيطان يسوس له، تأتيه الهواجس من كل مكان. قل وإذا دخلت المسجد سينظر الناس إليك، الذين يرتادون المساجد اعتادوا الصلاة ينظرون إليك يسخرون منك.
هذه كلها شيطنة. اليأس والقنوط يحجب عين الرؤية ويحجب كل ما هو جميل. أن تأتي إلى بيت الله جميل، هذه من الإيجابيات في هذا الكون. أن تلجأ إلى الله، أن تحتمي بالله، أن تبحث عن ملاذ لك في هذه المنظومة الكونية. قلب على رأسك ودبر لرأسك على مكان في بيت الله، المكان الذي تنزل فيه الملائكة تباعا وتطرى. لماذا؟ لتغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولترفع إلى الله عز وجل العمل الصالح، وترفع إليه هذه النيات الخالصة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن الذين رجعوا، يعفو عن السيئات، يمحو كل الذنوب، والبدء من جديد. نفتح صفحة جديدة معك. الملائكة بإذن الله عز وجل يأمرها الله عز وجل أن تفتح صفحة جديدة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، شوف النتيجة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا أحبتي في الله، معنى 40 عام ديال الأغلاط، 40 عام ديال المعاصي مثلا، وإذا تاب هذه الأيام الله عز وجل يشوف ذاك 40 عام كلها حسنات، 40 عام ديال الزرقات. أولئك يبدل الله، اسمع الآية، تذوق الآية، تبننها، خليها تدخل معاك، حيم على العظام ديالك. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات يستظل بها التائب إذا تدبرها وغاص فيها وغار في معانيها، يستظل بها الذي رجع إلى الله عز وجل، تاب إلى الله، عاهد الله أن لا يرجع بشر. إن كان استهزاءات، يعني هذا نوع من التفلية، معنى تتوب ثم ترجع إلى مصائبك، هذا نوع من الاستهزاء بالله. توبت إلى الله، استغفرت الله عز وجل، ندمت، بكيت، كفكفت دموع الندم على الأيام التي مرت دون أن تتمتع بها وأن تستروحها نفسك، ثم تعاهد الله عز وجل باش ما ترجعش. دلنا دي ضربات الليلة 27 وعاودني، ينفض الجمع ويرجع الناس إلى ما كانوا عليه. والموت، أنسيت الموت؟ أنسيت الفجأة؟ أنسيت النقلة؟ تنقلك من هنا بدون استشارة، ثم الملف فارغ. ولا يظلم ربك أحدا، ما في صلاة، ما في وضوء، ما في صلاة، ما في ذكر، ما في قراءة القرآن، ما كحلتش عويلتك بكلام الله عز وجل. كلام رب العالمين سبحانه وتعالى شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورجعتي ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، بعدا وسحقا. التصق بكتاب الله، ليس هناك كتاب في الكون مفتوح تقرأ آياته إلا هذا الكتاب، هذا الكتاب وحده. كذب عليك شي كذاب، ويكذب عليك شي واحد، أن هناك كتاب ينزل الله به الطمأنينة في القلب ويريح به نفسه إلا هذا الكتاب. إذن التعامل مع القرآن بالوجدان، تفهموا، قرأنا هنا وهناك، ختمناه، قف عند آية واحدة تدبرها. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
هذا لا توبيخ، هذا ولادك القلوب عندكم محجرة. يقول الله لنا قلوب مقفولة عليها مصارع وعليها قفول، ولذلك أم إما أن تتدبر وإما يعني أن قلبك مسدود. وفق شوية باش إن شاء الله لنا شوية يستيقظ شوية نكمل إن شاء الله. إذن كلمات ربنا علينا أن نتأملها. اسمع هذه ثاني سبحانه، هذا قال لك بدل لي كل شيء. أشنو بغيت؟ عندك 80 سنة 40 عام كلها سيئات ومعاصي عاد فقتي، طيب كلها أعطيها لك جائزة، بدلها لك كلها سيئات بدل لك حسنة، قالت لك ما تبقى واقضي في طاعة الله لا ترجع. إياك أخي أن ترجع، أنت تهلل وجهك، انفتحت أساريرك، أصبحت الآن متوضئا، أصبحت الآن صائما. هذه مدرسة السلام، الدخول إليها والتسجيل فيها بشروط. لماذا؟ وستتلقى الجائزة من الناس هنا، من مدير المدرسة، من حراسها، لا تتلقى الجائزة يوم العيد صباحا من أيدي الملائكة. الله الله من أيدي الملائكة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وتتلقاهم الملائكة هنا على أبواب الترع. ما كان شي سكة، شي سكة ديال التران، سكة أي طريق، إما كان شي طريق غادي لنا إلى المصلى، تتلقاك وتعطيك جائزتك وتسجل لك حتى تلقاها بإذن الله. قد أثقل الله بها ميزان حسناتك وأنت في أمس الحاجة إليها. تأمل جائزة تأخذها في نهاية هذا الشهر، واضح؟ تدفع الفطرة ثم يرتفع العمل بإذن الله تعالى، وتخرج وتتلقى هذه الجائزة. ولا ما هو الغرض من تغيير الطريق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تغير طريق، مشيتي من الطريق هذه تخرج من طريق آخر، ترجع من طريق سواء راجلا أو راكبا. لماذا؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الملائكة تتلقاك في مكان وتشهد لك الطريق والأشجار، ومن رآك أنت لم تراه من الجن والإنس تشهد لك أنك مررت من هنا جمعت حسنات، ثم ترجع من هنا تجمع حسنات أخرى وتسجل لك، ولا يضيع عند ربك شيء. إذن ورحمتي وسعت كل شيء. الله رحمتي، كيف تحجر أنت؟ تحجر على الناس رحمة الله؟ أنت تحجر على لا هذا ما يدخل، أنت في الدنيا هذا ما يدخل وهذا يدخل، لا هذه لا. ورحمتي مشرعة مفتوحة، كل من جاء إلى المسجد تحتفي به الملائكة وتستغفر له الملائكة في الباب. عندما تدخل كما أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن كل داخل إلى المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. هنا الرحمة، كل مؤمن يتعلم هذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستقبلك ملك ويأخذك إلى مكانك تمشتول، ولكنك الكونترا اللي عندك، العقدة اللي عندك مع الله فيها أن تؤمن بالله ثم وملائكته. شوفهم لما تشوفهم أنت مع الملائكة، تستحي أن تفعل شيئا وأن تنظر إليك هذه الملائكة وتسجل. وإذاك تدخل لا صداع في المسجد، ولا أن ترفع صوتك، ولا حتى أن تطلب حاجتك وضلتك حاجة تحتلك ولا كذا، ولا أن تبيع وتشتري، لأن معك الملائكة.
ورحمتي أيها الأحبة وسعت كل شيء. فإذا سمعنا هذه الآيات الرطبة الندية تنزل على القلب عسى تثلج القلب، آيات تنادينا إلى جناب الله عز وجل قبل قبل أن تفاجئنا الموت. كاين ناس ما عمرهم صلوا نهائيا. الله الله الله، الحمد لله فتح الله المجال إلى صلاة إلى رمضان. وإذا هذه فرصة لا تعوض، ومن يدري قد تكون هي الأخيرة. تمتع بفرصتك. وإضاعة الفرصة كما قال علي رضي الله عنه، إضاعة الفرصة غصة. هذيك القبالة كتوقف أنا ما طلعت منزلات، هذيك الغصة. نعم. والشرقة كتكون بالماء، الشرق بالماء، الشرقة راه كلمة عربية، أشرقته المياه، ولكن غص بالطعام. فإذا سمعنا هذه الآيات وتوبنا إلى الله قبل أن تفاجئنا الموت وأن تحول بيننا وبين التوبة فرصة العمر. إذن مفتوح الباب، حيض الله اليأس، فلا يحل ليائس من رحمة الله أن يبقى عليه هذا القنوط يغص واش غادي يغفر لي. أبدا لا تقول هذا، خش واش غادي يغفر لي ولا ما يغفر لي، واش أنا الزلقات هذه بزاف، أكلت من هنا وهناك، شربت من هنا وهناك، دون أن أسعى لتمييزه بين الحلال والحرام. لا، الله عز وجل يريدك أن ترجع إلى عفوه ورحمته. وسبحان الله، ويفرح بتوبة عبده، هو يفرح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى إيش؟ حتى تطلع الشمس من مغربها النهاية، ولا حتى تجي الغرغرة، أروا الشربة، أروا كذا، هي غرغرة هذه، حشرجة الموت، صافي ما بقاش توبة، فيقول أنا تبت، لا، الآن وقد عصيت قبله، لا، وكنت من المفسدين، قال لفرعون، وما أكثر هؤلاء الذين إذا أحسوا بذلك أراد أن يتوب. نتيب الله مبقاش الوقت، صافي نتيب الله بشوية قبل أن تأتيك هذه الحالة. إذن يا له من استقبال، يا له من فرح، يا له من ترحاب. فلنستبق إلى الفرصة ولنسرع قبل فواتها. اسمع للبارئ عز وجل الذي خلقك، صورك، أعطاك فرصة، أعطاك فرصة على أساس أن ترجع من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يقول رب ارجعون، ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول ربي لولا أخرتني، لولا أخرتني إلى أجل قريب، أشوية بدل أشوية أنتم، فأصدق وأكون من الصالحين. والجواب قاصح: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذن لن تؤخر النفوس، قضى الله هذا الأمر ولا راد لقضائه. يفرح الله عز وجل، يفرح لهذا العبد. أم لرجعتي؟ الحمد لله، الله يفرح بك، الحمد لله. غيتكون دابا نقي حسا ومعنا، ظاهرا وباطنا. ان الوضوء عندك تمشي كيغسل التراب الفوق، ولا كيغسل حتى الداخل باطنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك الاسباب، يحبك اذا رجعت. دليل على حب الله، حب التائب، حب العائل الى جناب الله عز وجل. إذن لا تيأس من روح الله. يقول عز وجل: ما نبغيش أنا اليأس. يقول لك: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن هذه الأيام أيام دعاء، أيام خيرات، أيام بركات. تلاحظون الأجواء متغيرة، حتى الطقس فيه شيء، حتى الوجوه فيها شيء، فرحة تعلوها،
ثم نفوس مطمئنة كثرة قراءة القرآن، ثم تطلب من الله عز وجل العتق من النار. حسن، إذن عمك تقول احنا علينا ندعو، علينا مرفع أكف. لا تقول هذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول العبد دعوت الله فلم يستجب لي. لا، إنه يحب منك الإلحاح، إن الله يحب العبد الملحاح. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: لا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. الاستجابة جاية، تأتي بإذن الله، ما لم يعجل إلا ما زربش. حسن، فيقول دعوت فلم يستجب لي. حديث رواه البخاري، وفقه الله وإياكم الخير وهداني لما يحبه وارضاه، أمين. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وأن يقبل توبتنا، وأن يغفر حوبتنا، وأن يهدينا لما نحبه وارضاه. تفرح الملائكة ويفرح المؤمن الذي يحب لخيره لنفسه ولإخوانه الخير. مش كيعجبك الحالة دي بالشباب؟ شباب واقف على طرقات، واقف والتصق بالطرق طرقات، هكذا مسكين تائه أصفر الوجه. لماذا؟ لما كان يتناوله، الآن تأثير دياله يرجع. لو رجع وتوضأ لزال عنه ما كان. والوضوء لا يرقي المريض، يدفع عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يرقيه بماء الوضوء. ماء الوضوء ليس ماء عاديا، توضى انت دابا ودوش وقعد وخرج، قول لك ماء سير توضى. كيف توضى؟ لا، انت توضى بالكيفيه التي علمنا اياها ربنا. علمنا: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ان كنتم جنبا فالطهر، ان كنتم مرضى او على سفر، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تلاحظ الله علمك ما دير ذاك الشيء اللي بغيتي انت؟ لا، انت مامور، انت عبد، تعرف بانك عبد، بانك ما عندك حق باش دير شي حاجه ودير بها شي حاجه. ابدا لا تقبل الصلاه الا بهذه الكيفيه. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الوضوء وفضائل الوضوء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله ليرينا الخير، أرسله الله عز وجل يقودنا إلى جنات النعيم. صلى الله عليه وعلى آله وعلى أزواجه وذريته الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني أخواتي، الجدير بالمؤمن، أنا لعليه الجدير والحقيقة، جدير بك وحقيق بك. الموقن، المؤمن الموقن، أنا كل عنده تشاش في الدماغ ديالو، عنده الضباب في الدماغ ديالو، مازال ما يا واش كاين تشو ولا ما كاين، الى ما زال يشك في هذا، عليه ان يعيد حسابات نفسه. اذن الله عز وجل يريدنا ان نطمع في رحمته، لست ديال راسك، ان تطمع في رحمته، ان تخشى عليه. يدعوننا رغبا ورهبا بجوج، الرغبة وفي نفس الوقت خيف. إمتى غيتخفف من الخوف؟ إلى قربتي من الموت، حسيتي بالقضية صافي، ما غلب جانب الرجاء يا أخي، جنب دابا خوف، غلب. كن من الذين يرجون رحمة الله، وأن الله غيدوزك بإذن الله تعالى وما يجي خيبك، وهذه الخدمة اللي درتي يخلصك عليها سبحانه وتعالى، وهو غير محتاج إلى خدمتنا ولا محتاج إلى عبادتنا،
وإلى ذكرنا وإلى طاعتنا أبدا أبدا. هو الصمد، الصمد هو الذي تحتاج إليه كل المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد، إنه الغني سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها ولا تغيضها نفقة سماء الليل والنهار. أرأيتم، يتكلم معنا احنا، من اللي خلق الله السماوات ملايين ولا ملايين سنوات ما عرفناش، وهو يفتح خزائنه سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده من قصوره. أرأيت زيادة، احنا اللي كنقصوا إلى استشبه في النفقات، لا تحس بأنك أود ترجع إلى لا، هو الله سبحانه وتعالى سخاء يد سخاء بالليل والنهار، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع، يخفض ويرفع. رواه البخاري. من تاب يا أيها الإخوة والتحق بالمسجد الكل يفرح به، حتى المكان الذي يجلس فيه، واضح؟ هذاك المكان ديالك يا يحفل بك يفرح بك، تو عنده شي طريقة من جند الله وأرواح الله. اسمع لقوله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخر. اسمع دم يتكلم على الأقوام وعلى الناس اللي عندهم الخير من خير الله عز وجل، من كرم الله، أش من أراضي وأش من زروع وأش من خيرات وأش من فواكه وأش من مياه. قال لي كل شيء ديالي، كل شيء ديالي، ما كاين والو ديالك، هذه خصك تأكل فيها، ما عندك والو نهائي الفضاء، الذي تلبسه ديالو تأكله ديالو، ديالي ديالي ما عندك والو مسكين. شو أش قال هذا؟ كذلك وأورثنا هلكهم الله، أبغوش يشكروا هلكهم الله، ثم ماذا؟ أورثناها أعطينا الأخرين. شو واش غيدير سبحانه وتعالى عليم. المهم عندي هنا هو: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء تبكي، نعم تبكي، هنا ما بكت أشطب والملهد القوم، القوم الذين اعتدوا على أنفسهم وظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله، قال لك السماء ولا الأرض تقول استرحنا، استرحنا واسترح العباد والبلاد من هذا النوع الذي لم يسجد قط لله عز وجل، ما سجد لله. قال لك سمع سمع هذه الآية، هذه قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مكان يجلس فيه المؤمن في المسجد، ما من طريق يمر فيه المؤمن إلى المسجد، ثم إذا مات الكل يبكي عليه. سبحان الله، المكان الذي يجلس فيه يبكي عليه. وإذا أردتم الدليل لكنتم لابد من الماديات، فالجدع الذي كان يقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يصوب له منبر، المرأة اللي صوبته، المرأة وما أدراك المرأة، لأن ولدها ولدها ولا جوج عندها نجارة، يا رسول وين صوب لك؟ أريد لك شيء مرتفع ترى الناس، كان كيوقف على جدع شجرة نعسو حدا جدع ديال النخلة، وملي شاف هذاك باغي يبدل، وطلع تما وإذا بالجدع يبكي، جدع النخلة يبكي، يسمعه الصحابة، تخلعوا شيء جامد يبكي. ويقول ما قاله أبو البقاء الرندي في أحوال الأندلس حينما ضيعنا الإسلام في الأندلس هنا في إسبانيا، قال: حتى المحارب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان، ولمثل هذا فليذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إذا كان شوية ديال الإسلام كل شيء، حتى سيارتك تبكي، لأنك كنت تحملك أو كانت تحملك إلى المسجد.
إلى الخير، إلى الإحسان، ما كانت تحملك إلى الفضائح ولنقل ما يغضب الله، لا حتى هذا مركوبك يبكي. إذن من تاب والتحق بالمساجد يتفيأ ظلالها، يتعرض لنفحات ربه المبارك في هذه الأيام، نفحات ولكن نضيعه، ضيعه بكثرة النوم، نوم حتى العصر يمشي دوز طرح. ولذلك هي نفحات، شيء روائح طيبة تمر ويجب أن تتعرض لها في الأوقات، وتأخذ راحتك، لا بس ما تكترش، خذ راحتك لتستعين بها، وأن تنوي نيتك في النوم أن أستعد لما يأتي من عمل يرضي الله عز وجل. إذن أخي الكريم، رجعت عندك ترجع خاوتا، رجعت إلى الله، دخلت إلى السوق، هذا سوق، ولذلك ما ترجعش. حنا كنضحكوا على شي واحد في القرية والبوادي، كيهز قفيفة كيمشي يضرب فيها ويرجع بها، كيشوفوا الناس كما ذهب رجع بخفي حنين، هذا لا مثل عرب، لا يرجع إن شاء الله عامر، بذكر الله، الصلاة، الوضوء، بالخير، معاملة طيبة، كلام طيب، أن يلمس الناس منك رقة وليونة وسهولة، وتعلم دينك. تعرف الفاتحة؟ إن شاء الله جلست قرأ الفاتحة، أنا وجدنا ناس ما عرفوش تقولوا الله أحد هنا، والحمد لله أصبحوا بخير. تعلم دينك، خذ الصور القصار، وجدنا ناس عندهم طاقات الحفظ وحفظوا سبحان الله، وتجاوزوا عتبات، تجاوزوا عتبات هذا اليأس. أنا نحفظ أبدا، الرأس ديالي في قوت المطار، هذا كله هضرة خاوية، لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المدكر. أقبل على كتاب الله، أقبل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله يحبه وتحبه أنت كذلك، دمشتش تحبه وتصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله. قال لنا الله صلى الله عليه، بدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته، ثم قال لنا احنا التحقوا بالركب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وينتظرون في الكوثر، لكن أعطيناك الكوثر، إنها ضايا كبيرة، بركة كبيرة أعطاني الله خاص، سيستقبل عليها المؤمنين وعليها كيزان كؤوس كالنجوم، ويشربون منها، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا. ولذلك ربنا سبحانه عز وجل إن دراج يجب أن تحبوه، أنا جعلته السبب في هدايتكم، في إنقاذكم من الزبالة، واش واحد لقاك في الزبالة وخرجوا له، ثم نظفك ونقاك وكذا، وعطاك البسات، وعطاك مدار، وذلك الريحة وعطرك، ما قال لك واش هذا، لا تعترف له إلا إذا كنت من ذاك النوع الذي لا يعرف الجميل. استعن بالله ولا تستسلم، كاين قضية هنا أشار إليها العلماء، قال هذا اللي غيتوب راه غادي يجي الشيطان الآن مباشرة في شوال، غيجي يقول لي صافي دابا يكفي وقت التائبين مر، درتي داك الشيء اللي غادي، هذا كله أديت الواجب، شاركت في التراويح والصلوات قراءة القرآن، توكل على الله ارجع ارجع كيزيروا، يجيو عندنا سنة يقول لك دير راه كيدوي لي فودني، والله لا كيدوي لي فودني، انت اش كدير؟ صافي الله يجعل البركة، هذا يسامي كلامي طيب، الله يجعل البركة، لأنه الشيطان الآن زيد شوية عندما ييأس منك بأن ترجع، ما هو ما ييأس أبدا، يبقى حتى عند الموت كيجي منك الموت، والشيطان يأتي كذلك يقول لك لا خلي لك، لا تشهد، لا تخرج لا إله إلا الله، لا من معنى محمد، حتى تخرج الروح. إذن عدنا إجابة،
نسأل الله عز وجل بالإخلاص وافتقار وانبطاح إلى تحضير. وقلت وجلست وسجدت، هذاك السجود ديال الطان هزتان كنقرة الغراب أو نقرة الديك، احتلي حبات الدرا. لا لا، انبطح واشعر بأنك بززلوس تخلي هذا السجود، لأن الإمام رفع وارفع أنت كذلك. وإذا كنت وحدك فاسجد ما شئت. يقول عز وجل: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا المصطلح داخر معنى مذل، يدخلوا بالدل. الآخرين يدخلوا بالعزة. طيبتم سلام عليكم قولا من رب رحيم. ديد لتجي وثم تفسح لك المجال، الملائكة المجال تدخل. إذن تب إلى ربك وودع حياة الجاهلية. دلني دوني هنا عندك تخلي المسجد، وعندك تخلي المسجد تبرئة. إياك أن تترك الصلاة، إياك أن تترك الوضوء. الآن وجوه متنورة وضيئة بالوضوء، وعليك عندك ترجع تاني، ترجع إلى ما كنت عليه وتتحدث مع نفسك. قل لي أشوف أشد الفادي يا نفس، ما أعظم جهلك، ما أعظم جهلك، فين كنا نويك؟ دور سيحونا الله وشد بعد، ماذا استفدنا؟ كلها سيئات. اللهم عصمنا من الفتن. إذن أدخلتني يا نفس إلى عالم الهم، عالم الفساد. فما تعلمين أن الموت قريب؟ أما تعلمين أن ما هو آت آت، وإن غدا لناظره لقريب. والله عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم. كندوزوا عليها يا من اقترب لك حسابك، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حسن. إذن الآن أعلن أمام الملأ وأنك إن شاء الله بينك وبين الله ما ديشنر صافي. أنا دقت حلاوة رمضان وحلاوة الصلاة، ولذلك أريد أن أبقى، متصلا، أتعلم ديني حتى إذا مت وانت في الطريق يخلص لك الله كل شيء. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذوك الناس ما خرجوا ما كملوش بين مكة والمدينة، قال لهم الله أصليهم بشارة، قال خرجتي بالنية إلى المسجد خلص لك المسجد، وبعد الموت خلص لك كل شيء. وهكذا نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه. آمين. نسأل الله عز وجل أن يقبل توبتنا ويغفر حوبتنا ويتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. نحب إخواننا، نحب رجوعه لما في شهاد الجانب هذا. أدبر الرسول كركب على رسول، لا 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 تقول هذا. إذا استطعت أن تدعو أخاك وجارك إلى المسجد فافعل، ولا يوم القيامة يأخذك ويأخذ بتلابيبك أمام الله عز وجل ويقول لك هذا. أنت دائما كتسلم علي وعمر قلت لي والو نهائيا، هل تزيد تصلي ولا أي شيء؟ صافي أنت مات. ولذلك يأخذك باش يتبرر قدام الله عز وجل. والأخر الغير الأخر يقول له بعد منك أننا ما قل لي لا زيد. أما الأولاد لا حول ولا قوة إلا بالله. أكلنا يا أبانا وشربنا، مشينا للمدرسة الغالية واشترينا الأنبيسة وكل شيء، ما عمرك قلت لنا صلي ولا حتى يوم. فذلك يأخذونك إلى الله عز وجل. اللهم اغفر ذنوبنا واصلح أمورنا، تب علينا واعف عنا واهدنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت. اللهم يا رب العالمين قلوبنا فيها ألم وأحوالنا، نسأل الله عز وجل أن يرد بنا إلى الطريق المستقيم إلى شاطئ النجاة، أن يرد بالسفينة إلى شاطئ النجاة. السفينة تلعب بها، قال صلى الله عليه وسلم: أحكمي السفينة فإن البحر عميق. كثر الزاد كثر الزاد صاحبي، فإن السفر طويل.
خففي الحمل، خفف ديال الناس، كلم فيهم ونطعنهم، تسئليهم ولا تسئلي جوارهم، تسئلي أموالهم أعراضهم. قال لك خففي الحمل فإن العقبة كأود، وأخلص العمل فإن الناقد رصير. اللهم اغفر ذنوبنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. أوصانا واستوصانا بإخواننا، اللهم ارحمهم، اللهم يا ربي وسع على آذويهم، اللهم فرج كرباتهم يا رب العالمين، اللهم فرج ضائقتهم يا رب العالمين، اللهم اشف آباءهم واشف أمهاتهم واهدي من تحبه وترضاه، أمين. ومن هنا أتوجه إلى الشباب باش يغيروا هذيك التقنزعة ديال اليهود، هذيك حيدوها، لأنها منعها رسول الله، منعها لما مات جعفر. قلت القصة، جعفر جاء أبو جبل وليد ديالو مات في غزوة موتة، وجاءوا داروا لهم ديك القرارة الفوق يديروا دابا لا خرجت، هي في الحقيقة من 95 بالضبط باش نقول مولاها. هذاك راه ممنوع عشر، ممنوع عشر، عندك خلي شعرك، يقول صلى الله عليه وسلم من اتخذ شعرا فليكرمه، ولا حيدوا كاع الضمر. أما أن تكون دار بين ديك الجوج كيلعبوا بليك تما، ديال خويط من هنا، خرجوا مويكينات صغار باش يلعبوا عليك حشومة، تعطي 20 درهم باش يحشوم عليك. كنشوف الدرين جا كيهزوا، دير لي دير داكشي اللي بغا، حيدوا لي دير لي. دابا كاين خويطات، كاين زليليكات مهنا ومهنا حشومة. أما السراويل فقد رأيت البارح وكان نقاش مع العقلاء، قال لك السروال مقطع كله ما تحيدوش من الزبالة حدا البركاسة. قال لي يا الأخ الكريم راه كاين، قال لي اشتريته ومئتون ألاف ريال. ما بغيتش نقول لكم الأسماء، كان أضاموس وكان تشينكي وكان كراكوم وكذا إلى آخره، هذه كل الأسئلة حشومة. ارجعوا إلى الله، خليوا هذا المسائل عادية، وعليكم بالدراسة. اليوم كاين امتحانات تجريبية، وبعد غادي كان ودا الأسبوع القادم البكالوريا. يا صاحبي أخلي السنيسلة، لا يجوز دير السنيسلة في راسك، تقول لي لا، قلت له قال لك لا لا لا، راه أستاذ راه كاين غادي نقرا هذا. قلت لك حيد السنيسلة لأن أنت راجل، هذيك عطيها لأختي، وديرها كذا يدي معوجة. لماذا؟ لأن السنيسلة ديالنا كتعوج به، كدير فيها ذاك الغنج، كيقول لي محلوز كله، كن رجلا، نريدك رجلا، نريدك قويا، اهتم بدراستك واهتم بدينك. قد دليت ذاك، انا انصحكم لله، ما عندي انا معكم شي حاجه الا لله. نسال الله عز وجل ان يغفر ذنوبنا جميعا. اللهم بارك في هذا البلد وفي امنه يا رب. اللهم اجزينا اللي بغينا لنا شي اعداء ولا شي حسد ولا هجوم على بلدنا ولا كذا، ان لم تسبق له الهدايه نسال الله عز وجل ان يشغله بنفسه يا رب العالمين. بلد امن، بلده طيبه، ورب غفور. نسال الله ان يديم علينا النعم، امير البلاد وملكها، صاحب الجلاله محمد السادس، اللهم وفقه للخير، اللهم اجعله يا رب مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اللهم بارك فيه وفي خطواته وفي أعماله وفي الذين معه الذين يريدون الخير لهذا البلد يا رب العالمين. اللهم بارك له في ولي عهده ولي الحسن وفي صنوه الرشيد وسائر المالك الأسرة المالكة، ويسر أمورنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ولكن خذ معكم قطط تخرج، سول واحد قال والله ما عرف علاش تكلم، حشومه كاع تقول ما عرفناش علاش تكلم، تقولها بالدارجه، وصل للدار مع الكسكسو ان شاء الله بعد الافطار. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.